نتفرجوا مع بعضنا باش نقدموا لكم الحب في زمن الكوليرا على شنو تحكي الرواية الشهيرة نرجعين. الحب في زمن الكوليرا، شكون ما سمعش الجملة هذه اللي هي عنوان قصة للكاتب جابرييل غارسيا ماركيز، وأكيد برشا فيكم قرأ القصة هذه ولا سمع أطراف حديث على أحداثها وأطوارها. قصة الحب في زمن الكوليرا تروي علاقة دامت لأكثر من 50 عام جمعت بين فلورنتينو وفيرمينيا. فلورنتينو كان يخدم في التلغراف، تعرف على فيرمينيا وحسب الرواية كانت غاية في الجمال، وكان هذا في عمر المراهقة. زوز عشاق وعدوا بعضهم بالحب والوفاء والزواج، لكن فيرمينيا وبضغط من عائلتها تتزوج طبيب يليق بمستواها الاجتماعي وتبعد على فلورنتينو. ابتعاد فيرمينيا وزواجها ممنعش فلورنتينو يكمل حبه لها 50 عام كاملين. 50 عام وفلورنتينو يبعث رسائل الحب والغرام لفيرمينيا، يتحدث فيهم على العشق والزواج والشيخوخة. في عمر 70 عام فيرمينيا تفقد زوجها، وشرارة الحب تشعل من جديد بين بطل وفيرمينيا. يقرب منها فلورنتينو ويكون ديما حاضر معها. قصة حب جديدة تتحدى السن والشيخوخة. في الوقت هذا كان داء الكوليرا يضرب المنطقة، كوليرا ضربت المدينة كلها، وحسب الرواية كانت موجودة بين زوز شواطئ. حالة من الهلع والخوف أصابت سكان المنطقة اللي حاولوا يهربوا من الوباء القاتل، فما كان من فلورنتينو إلا أنه هز سفينته وحاول هرب هو وعشيقته وبعض المتساكنين. فلورنتينو حب يقعد هو وعشيقته وحدهم على متن السفينة، فادعى أنه هناك مسافرين مرضى وسط السفينة، الشيء اللي خلى الربان يهبط المواطنين المرضى بالوباء ويرفع علم أنه السفينة ما عادش تقف ويواصل فلورنتينو وفيرمينيا رحلتهم. رحلة قعد فيها ربان السفينة يمشي ويجي بهم أكثر من مرة، وحب من خلال هذا فلورنتينو يعوض بهم 50 عام البعد عن فيرمينيا. وصل قرر ربان أنه هذه الرحلة باش تقعد مدى الحياة. رواية جسد في فيلم شهير عام 2007 بعنوان Love in the Time of Cholera.